الفراجة غير بكليك مع إنوي وآيفليكس. موعدنا على كلوب بوينوي بوائما باش تستفدوا من 6 شهور ديال آيفليكس مودات وغير عند إنوي. محليا كنواصلوا جلستنا الشيقه مع نجومنا المغاربه، وهاد المره مع فنان مميز بعطاء راقي، نغمه الحلو، واحد من اكبر واشهر فنانين المغاربه. عطاء مازال كيعطي الكثير للمشهد الفني المغربي. نعمل الحلو، وبمناسبة لقائنا معه في حفل الموسيقى الأندلسية، فهو تكلم لنا على الألوان الغنائية اللي كيفضل. شدني الرادار في حفلات ديال الآلة الأندلسية. مرحبا، أنا كل الألوان تتعجبني، غير تكون تراثية ومؤصلة تتعجبني. الآلة يعجبني، الملحون يعجبني، أحواش العيطة، كل ما هو مغربي. هذا الفنان المعروف بأغاني مميزة حول العديد من المدن المغربية، تكلم لنا على الهدف ديالو وراء هذه الاختيارات. هذيك وثيقة سوف تبقى للتاريخ، عن المدينة، عن ناسها، عن تقاليدها، عن الأنثروبولوجيا ديالها. يمكن الاغاني تنسى، ولكن اغنيتي على شفشاو نوتافيلالت ومراكش ووزان ما نساوهمش. ولا نساوهم الناس، ما ينساوهمش الناس ديال البلاد. دونك يعيشوا اولا. ثانيا، انا تندخل في كل لون من الوان ديال اي مدينه هذاك اللون التراثي ديالها مخدوم بطريقه عصريه. دونك حتى على مستوى الموسيقى ومستوى النص. مسيرته الحافله بتغني بمدن بحال شفشاون، تافيلالت، مراكش، وزان، غتواصل من خلال عمله جديد حول مدينه زقوره. الاسبوع الجاي غادي يكون جاهز واحد الفيديو كليب جديد ايضا على مدينه من المدن المغربيه، على زقوره، وصورته معي المخرجه الرائعه فاطمه بوبكدي. دونك راحنا واصلين 8 ولا 9 المدن تقريبا دابا. نعمل اللي مخفاش على الرادار مشاريعه المستقبليه وعزمه الغناء المدن المغربيه اخرى. كاين دابا عندي واجدين اللي مسجل، مازال ما تصورش، عندي طنجة والصويرة. الفراجة غير بكليك مع انوي وايفليكس. موعدنا على كلوب بوينوي بوائما باش تستافدوا من 6 شهور ديال ايفليكس مودات وغير عند انوي. خصني نكمل واحد 20 مدينة. ما كتقتصرش على هذا النوع من الاغاني، بل كتعدها لاعمال اخرى كتحمل رسائل ودلالات قويه. انا تندير بزاف الاغاني من غير المدن. اخر البوم ديالي سميتو الاندلس الان، ما عنده علاقه. وفي الالبوم ادم الانسان كانت اغنيه على المدن، وكانت اغنيه على اطفال الشوارع، واغنيه على التطرف الديني. لازم يكون موضوع، ولازم يكون موضوع انساني، عاد نغني ولا ما نغنيش. وبما ان اغاني نعمل الحلو غالبا ما كتحمل رسائل محدده ولها قضيه كتعالجها، فهو عبر لنا على رايه في الاغاني التجاريه او الترفيهيه الرائجه في الفتره الاخيره. هو كاين الفن اللي عنده رساله، وكاين الفن الترفيهي، وايضا هو فن في العالم كله تيديروا. هما اختاروا هذاك اللون يرفهون عن الناس، وبعض المرات التسليه تتعدى حدها، وانا اختاريت لون اخر. هي اختيارات، ولكن اللي نقدر نقول لك وأن الموسيقى اللي تندير أنا تعيش أكثر، لأنها مستمدة من رائحة ومن تراب ومن جذور هذا البلد. وبمناسبة كلامه على الأغاني الحالية، فنعمان ما خفاش إعجابه بالعمل الجديد لزكريا الغفولي حبينو. دك فلا يا ناس عليها بيت عساس، مجنون بدوك العيون وشوفت بالرج ماري، ما نقطعش الياس يضربوني بالقرطاس، بيت هنا ومن هنا حتى نديك لداري. العمل اللي تنا عليه نعمان كلمات ولحن اداء. انا هاد الايام عجبني واحد ما كنتش نعرفه شخصيا، سميتو زكريا غفولي، دار اغنيه جميله وانا ما تنعرفوش، وقلبت على التليفون ديالو وعيطت له هنيتو. كلامنا في هذا الموضوع بقى موصل، وسولنا نعمان على رده فعل زكريا من بعد تلقي مكالمه هاتفيه من طرفه. كان رائع، صافت لي واحد الرساله بكتني، جميل جدا. المهم هو انه لما تكون شي حاجه زوينه واخا ما تنعرفوش غنقلبوا ولا نقلب عليها وغنعيط له غنهنيه، ولما تيكون شي حاجه تافهه التزم الصمت. لكن بالمقابل فالصمت كيبقى عنوان نعمان منين كيشوف اعمال دون المستوى. اختيار خلانا نسولو على السبب الفعلي وراه. لانه لما تتكلم عليها بطريقه منطقيه وموضوعيه بعد الدعاره الصحفيه تتشخصن الموضوع وتتخلق لك عداوه مع فنانين وقعت لي مع 3 ولا 4 جاريت. اللي يكون زوين نقولهم، اللي يكون خايب ما نقولش.